يعني فتحية طلعت طيبة؟ ظلمت الست يا شيخ منك لله، ده انا كل ده اتخيلتها في دماغ رقاصة. فتحية كانت أطيب واحدة في القصر، الست إسعاد كان مربيها من صغرها، وسمير بيه عمك بقى كان انطوائي وخجول جدا عشان الست إسعاد كانت قافلة عليه، ما عرفش في حياته غير فتحية اللي اتربت معاه في القصر، حبها وبقى بينهم قصة كبيرة. كان نفسي أجري عليك أقول لك أول واحدة. ده أنا كان نفسي أحضنك أول ما سمعت الخبر، بس ما ينفعش. وليه ما ينفعش؟ إيه وبعدين؟ لا معرفش، ده اللي سمعته. أنت بتقول إيه؟ يعني أنت جاي في أهم حتة وتقول معرفش؟ خلاص خلاص، وقول اللي تعرفه. اللي بنعمله ده غلط، محدش هيوافق إنك تتجوز خدامة. أنا عمري ما اخترت حاجة، الخدامة دي هي اللي قلبي اختارها، عايز أكمل معاها حياتي. أنا بحبك يا فتحية. موضوع الخدامين ده كان زمان، دلوقتي الدنيا اتغيرت. برضه ما ينفعش يا حبيبي، الأصول أصول، ومهما الدنيا اتغيرت لسه في ثوابت. يعني ايه يا ماما؟ يعني تنسى الموضوع ده خالص. بس برضو عمك ما شالش الموضوع من دماغه واتجوز فتحية في السر. يا نهار ازرق، على نظر المزرعة؟ نظر المزرعة ايه؟ هي ساعتها ما كانتش متجوزة نظر المزرعة. ايه ده؟ ايه؟ امال ايه الحكاية اللي انت حكيتها لي يا جدع انت؟ استنى بس اما نشوف بقية الحكاية دي. نشوف بقية ايه؟ ده انت حكيت لي حكاية قصر تاني خالص، امال فين مستوى ذكائك؟ مش انا اللي قلت لك ان عمي متجوز فتحية وهو حصل اهو، ولذلك تخلص، لذلك تخلص على طول، انت لسه هتخمن. سيب الراجل الكبير الحلو ده المعلمة هو اللي يتكلم. اتفضل يا باشا قول. سمير اتجوز فتحية في السر وبعدين؟ المفروض انه كان سر، بس للأسف الشيطان سمعهم في يوم. ايه ده، هو كان في شيطان موجود برضه في البيت ساعتها؟ عابدين البواب. عابدين الله يرحمه؟ عابدين الله يحرقه. اخرس. ايه؟ اوعى تقول كده على عمه عابدين، ده ممكن يظهر في ثانية. عابدين ده سبب كل المصايب، نقل الكلام لعوني بيه اللي كان معتبر عابدين دراعه اليمين في القصر. اللي بتعمله ده غلط، محدش هيوافق انك تتجوز خدامه. انا عمري ما اخترت حاجه، الخدامه دي هي اللي قلبي اختارها، عايز اكمل معاها حياتي. يعني انت شاكك ان في علاقه بينه وبينها؟ والله يا بابا انا مش متاكد، بس اللي شفته جيت حكيته لحضرتك. يبقى لازم يتوقف عند حد. لا لا يا بابا ارجوك بلاش اندفاع، ما تخلينيش اندم بقى ان انا جيت قلت لك. طيب طيب اوكي. ايوه اوكي، اهدى، احنا لازم نهدى علشان نعرف نفكر. اهدى. ومن ساعتها الدنيا ولعت وما اتطفتش.